تزامنا مع مهرجان ابي يعزى ينور بجامعه مولاي بوعزة، تنظم جمعيه اطلس لدعم الوحدات الطبيه الاقليميه بخنيفرة قافله طبيه متعدده التخصصات بشراكه مع الشركاء ديالنا اللي هما المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمجلس الاقليمي لخنيفرة. هذه القافله الطبيه الحول ان شاء الله نستهدفوا من العدد المستفيدين ديال 800 مستفيد اللي غيتوزعوا على تخصصات كالطب العام، طب النساء والتوليد، طب الاطفال، وطب النساء، طب العظام والمفاصل. دونك هاد القافله كتجي في اطار البرنامج السنوي اللي صدرته جمعيه اطلس باتفاق مع الشركاء ديالنا من اجل تقريب الخدمات الطبيه من ساكنه العالم القروي اللي كتوجد صعوبه في الولوج الى الخدمه الصحيه. وفي النهايه ولا ختاما كنشكروا جميع الشركاء ديالنا اللي ساعدونا في تنزيل هذا البرنامج وتحقيق الاهداف المسطره للجمعيه. غزال منيا، طبيبة طب عام بالمستشفى الإقليمي خنيفرة. إحنا جينا مع القافلة الطبية جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية قضريب الخدمات الصحية للمواطن. بالنسبة للمجال الاختصاصات اللي عندنا اختصاص طب النساء والتوليد، طب الأطفال، طب العام. جينا وجبنا معنا بالنسبة للأدوية اللي بالنسبة للأدوية اللي خاصة بالنسبة لهاد الاختصاصات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الحملة الطبية التي ستقوم بها جمعية أطلس في جامعة مولاي بوعزة، جينا هذا النهار هذا إن شاء الله لقيام بفحوصات طبية للساكنة ديال هذه المنطقة في إطار حملة طبية لاختصاص النساء والتوليد واختصاص الطب العام. إن شاء الله غنقوم بزويد الناس اللي عندهم أمراض خفيفة أو مزمنة بأدوية، والناس اللي كتعاني اللي خصها عمليه جراحيه او خصها تدخل اختصاصي في المستشفى الاقليمي لخنيفرة. ان شاء الله غنقوموا بارسال هاد المرضى لتما، وحنا ان شاء الله هنايا لتقريب المواطن من الخدمات الصحيه اللي يستاهلها، وان شاء الله يكون يدوز كلشي مزيان ان شاء الله. تزامنا مع مهرجان ابي يعزى النور، تنظم جمعيه الاطلس لدعم الوحدات الطبيه المتنقله قافله طبيه متعدده التخصصات بشراكه مع المجلس الاقليمي لمدينه خنيفرة وجمعيه ومجلس الجماعه ديال مولاي بوعزة، قافله طبيه كما قلنا ديال وباقي الشركاء، المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وغيرها. قافلة طبية فيها عديد ديال التخصصات، منها طب النساء والتوليد، طب الأطفال، الطب العام، وطب العظام والمفاصل. بالنسبة لنا نحاول ما أمكن الفئة المستهدفة عندنا نوصلوا لواحد العدد ديال 800 مستفيد ومستفيدة من هذه التخصصات اللي كاينين اليوم، بحيث انتم كي تشوفوا غادي يستافدوا من فحوصات ويستافدوا من الادويه اللي غتقدم لهم من طرف الجمعيه. وتنشكروا جميع الشركاء اللي كاينين اللي ساهموا معنا، وشكرا. هاد الناس اللي جاوا لعندكم اليوم، هاد القافله الطبيه اللي جات لعندكم، مرحبا بهم ومرحبا بالطريق اللي جابتهم، والله يقضي غرضهم. وحنا بغينا الرزق في السماء ينزل، والرزق في الارض يطلع، والرزق في البعد يقرب لكل واحد. هذه القافله واش كتنفعكم؟ فيها الدواء، فيها الاطباء، كتنفعنا فيها الدواء، فيها كل خير كاين، راه لداخل كل خير كاين، احمدنا الله وشكرناه. تخلصوا هذا الدواء؟ الدواء تتخلصوه؟ كيفاش؟ الدواء تيعطيوكم هاد الناس تتخلصوا؟ لا، ما تنخلصوا دواء، يعطيهم الخير ويعطيهم الربح. ما تنخلصوا دواء، الله ينقرهم وينقر المخازنيه وينقر الجدارميه وينقر كل شيء. حنا دابا غادي نجي الضعف، ما كاينش، البلاد راه ضعيفه. الحمد لله سيدي، ملي جاو عندنا هاد الاطباء يداويونا، الله ينصر سيدنا، وهادشي اللي كنبغيو، والحمد لله
وشكر لله. هنا كيعطيوكم الدواء؟ اييه ما كي الحمد لله الحمد لله كيعطيونا الدواء وكيجيو عندنا وكيقربوا عندنا البعد والحمد لله الحمد لله الله ينصر سيدنا. السلام عليكم. تنشكركم على الحضور معكم اليوم، تنشكروا القافلة الطبية تجي تتعاوننا تتعاون وليداتنا تتعاون هاد القرية حيت ما عندنا لا سبيطار لا طبيبة لا والو. تنشكروا الطب العام كامل، تنشكروا السيد وكيل العام، تنشكروا السيد الله ينصر سيدنا الله يجعل صدر ربي يسهل عليكم من جميع تتعاونونا تعاونوا وليداتنا. القافلة الطبية راه تتنفعنا بزاف، الله يجازيكم بخير.